اليوم الثيم العام لاستراتيجية دبي الرقمية هو رقمنة الحياة في دبي. نحن ما نتكلم عن رقمنة الخدمات، نتكلم عن رقمنة الحياة، معناته أن كل شيء نحن نستثمر فيه في الإمارة لازم يكون له مخرج وتأثير إيجابي على الاقتصاد وعلى المجتمع في إمارة دبي. اليوم طبعا عندنا عدد من المبادرات اللي أطلقناها في الفترة السابقة، واليوم نحن مكننا الجهات الحكومية أنها فعلا تسرع عملية التحول الرقمي في الإمارة بإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية. اليوم مستوى الرضا العام عن الخدمات في الإمارة وصل في مستويات عالية جدا. اليوم إمارة دبي مثلا هي إحدى رقم 4 في العالم من ناحية الخدمات الحكومية اللي هي على حسب مؤشر الأمم المتحدة. اليوم نحن كذلك عندنا مستهدفات طموحة جدا في توفير أكثر من 50 تجربة رقمية في إمارة دبي بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص. عندنا مستهدف أن يكون عندنا رضا عام وكذلك جودة الحياة الرقمية، أن يكون فعلا استخدام التكنولوجيا فعلا في خدمة الناس، ونوصل لمستوى 90% رضا عن جودة الحياة الرقمية في الإمارة. طبعا عندنا كذلك في مستهدفات اقتصادية، حابين أن يكون في مساهمة فعالة قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الإمارة، ودبلينج يعني دبل المساهمة القطاع هذا على مدى السنوات القادمة إن شاء الله. طبعا اللي تشوفونه اليوم في منصة حكومة دبي هي مجرد أمثلة عن المبادرات والاستراتيجيات الموجودة، وإن شاء الله المستقبل أن احنا بنستمر في استثمارنا في التكنولوجيا في التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي، أن فعلا الاستثمار في التكنولوجيا ينعكس على حياة الناس في الإمارة، وتكون مدينة دبي المدينة الأسهل للعيش وللاستثمار وللأعمال وحتى للسياحة.